بقدرات فرط صوتية قطعت أنفاس الاحتلال، أثارت ذهول جميع العسكريين. كابوس باليستي يطلق من جبال اليمن ويسقط في عمق تل أبيب بعد تحليق دام لأحد عشر دقيقة قطع فيها الصاروخ 2040 كيلومتر. الإعلان عن وصول الصاروخ لهدفه أصاب جيش الكيان بحالة من الرعب والقلق، فالقبة الحديدية كانت عمياء ولم تشعر بوجود الصاروخ، وجيوش بأكملها يدور في أذهانها سؤال واحد فقط: كيف وصلت الصواريخ الفرط الصوتية إلى الحوثي؟ وما هي سبل إسرائيل وحلفائها في الخليج لردعها؟ الكثير من الخفايا سنكشفها لك عزيزي المشاهد في هذه الحلقة، تابعونا. طوفان أبو اليمن الفرط الصوتي. كابوس كشفت وكالة النفوست الروسية منذ شهر نقلا عن مصدر عسكري مقرب من جماعة أنصار الله أن الجماعة أجرت تجربة لصاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب بلغت سرعته 10,000 كيلومتر في الساعة. وأفادت الوكالة الروسية بأن الحوثي سوف يستخدمه بالهجمات القادمة داخل الكيان المحتل وفي البحر الأحمر وبحر العرب. وبالبحث والتدقيق فإن الحوثي قد حصل على هذه الصواريخ من خلال مصدرين لا ثالث لهما، الأول وهو الأقرب من خلال إيران، خاصة أنها كشفت عن توصلها لتقنيات صناعة صواريخ فرط صوتية بمساعدة روسية، لكنها لم تختبر هذه الصواريخ في أي قتال حقيقي، ولم تجد طهران فرصة أفضل من الحرب المشتعلة بين ذراعها في اليمن مع البوارج الأمريكية وسفن الاحتلال، والذي سيستخدم أحد هذه الصواريخ في الأيام القادمة تحت اسم جديد بعيد عن أسماء الصواريخ الإيرانية. وقد تكون روسيا هي من زودت الحوثيين بهذه الصواريخ في سياق مواجهتها مع الولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا. وبحسب خبراء عسكريين لن تخرج هذه الصواريخ بعيدا عن صواريخ إيران الفرط الصوتية، نستعرضها جميعا لكم في هذا التقرير، تابعونا. صاروخ الفتاح. على رأس قائمة الصواريخ التي أرسلتها إيران إلى جماعة اليمن وهو صاروخ فرط صوتي قلب معادلة الحرب في الشرق الأوسط. يتم إطلاقه بواسطة صومعة أرضية ثابتة أو محمولة على شاحنات، مما يجعل التنبؤ بمواقعه الدقيقة أمرا بالغ الصعوبة بالنسبة لإسرائيل، إضافة لقدرة هذا الصاروخ على المناورة من ارتفاع 300 متر وحتى 70,000 متر. وتظهر الهندسة التصميمية للصاروخ التشابه الكبير بينه وبين كنجال الروسي، وهذا يفسر أمرين اثنين: الأول أن الصاروخ قابل للاستخدام من قبل الطائرات الحربية، وتحديدا يتوافق مع مقاتلة سوخوي 35 التي حصلت إيران عليها مؤخرا بعد صفقة تبادل عسكري مع روسيا. والأمر الثاني وأن التطابق بين هندستي تصميم الصاروخين يثبت تورط روسيا بدعم إيران بكشفها لأسرار تصاميم صاروخ كينجال التي أسهمت في إسراع تطور الترسانة الصاروخية الإيرانية. يستطيع صاروخ فتاح حمل رأس حربي بوزن يصل إلى 1500 كيلوغرام، وعادة ما تكون الصواريخ القادرة على حمل هذه الأوزان لديها القدرة على حمل الرؤوس النووية، رغم عدم اعتراف إيران حتى اليوم بامتلاكها للقنبلة النووية. وبحسب ما كشفته وزارة الدفاع الإيرانية فإن الفتاح مزود برأس حربي حراري قادر على توليد انفجار بقدرة 10 كيلوطن من مادة TNT، وهو رقم قريب جدا من قدرة الرؤوس الحربية النووية التكتيكية، إضافة لقدراته على اختراق التحصينات التحت أرضية وخرق 6 أمتار من الخرسانة المسلحة. وتهريب هذا الصاروخ تحديدا إلى الجيش اليمني هو موجه لإسرائيل ويهدد بلا أدنى شكل أمان مفاعلاتها النووية وحظائر الطائرات الحربية ومراكز القيادة والتحكم والتشغيل التابعة لجيش الاحتلال. صاروخ خيبر.
وهو الأقرب لترسانة أبو اليمن لأسباب كثيرة، أهمها أنه يطلق بواسطة صومعة أرضية ثابتة أو محمولة على شاحنات عسكرية، مما يجعل التنبؤ بمواقع إطلاقه وتمركزه أمراً بالغ الصعوبة بالنسبة للأعداء، إضافة لقدرة هذا الصاروخ على المناورة من ارتفاع 300 متر وحتى 70,000 متر. يبلغ طوله 10.5 أمتار وقطره أقل من 1 متر، ويصل وزنه 4.5 طن، تشمل رأساً حربياً بوزن 1500 كيلوغرام. ومن حيث السرعة، يمكن لصاروخ خيبر التحليق بسرعة تصل إلى 9 ماخ بعد انفصال الرأس الحربي عن باقي مراحل الصاروخ. وأخطر ما يميزه أن الصاروخ يصعد إلى خارج نطاق الغلاف الجوي للكرة الأرضية قبل أن ينقض على هدفه، بجانب قدرته على مراوغة المضادات الجوية. وهذه التقنية تحديداً تتشابه بدرجة كبيرة بأسلوب تحليق الصواريخ الروسية الانزلاقية كصاروخ R-36 الشيطان وشقيقه الأصغر ياراس RS-24. وعن تقنيات التخفي، فسرعة الصاروخ وحدها تتيح له العبور عبر موجات الرادار بسرعة هائلة تمكنها من قطع المسافة بين الموجة والأخرى دون أن تصطدم به الموجة. وقبل أن تنعكس الموجة إلى مستقبل الرادار، يكون الصاروخ قد قطع موجات أخرى أيضاً، ما يعني أن الرادار سيكتشف هدفاً يظهر لثانية ويختفي لعدة ثوان، وبالنتيجة ستكون أحدث منظومات الدفاع الجوي في مواجهة هدف لا يمكن رؤيته أو تحديد موقعه أو توقع مساره، ومن المستحيل اللحاق به. وتعرف هذه التقنية باسم سحابة البلازما التي تحيط بالصاروخ نتيجة سرعته العالية، ويتم توجيه الصاروخ بنظام الملاحة والقصور الذاتي، كما يستخدم نظام التموضع العالمي GPS إضافة لنظام اتصال وتوجيه عبر الأقمار الصناعية العسكرية الإيرانية. صاروخ شهاب 3، أحد أقدم صواريخ إيران، يبلغ مداه أكثر من 2000 كيلومتر، وهو نسخة ممتدة من صواريخ شهاب 1 و2 التي بنيت باستخدام تكنولوجيا صواريخ نودونغ 1 الكورية الشمالية، وهو من ضمن ترسانة الحوثي البالستية. يعمل هذا الصاروخ بالوقود السائل، وله القدرة على حمل رأس حربي تتراوح زينتها بين 800 و1200 كيلوغرام، كما يبلغ مداه بين 1300 و 2100 كيلومتر حسب حجم رأسه الحربي، ويبلغ وزنه 16 طنا بطول 16 مترا وقطره 1.3 أمتار. ودخلت النسخة الأولى من شهاب 3 الخدمة الرسمية لدى الجيش الإيراني في صيف العام 2003. يتمتع بمزايا تجعله إضافة نوعية إلى ترسانة الأسلحة اليمنية، أبرزها إضافة لما سبق سرعته الفائقة، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا لإسرائيل. وقد أجرت طهران عدة تجارب على شهاب 3 بدأت في يوليو تموز 1998 وانتهت في مطلع شهر يوليو تموز 2003. صاروخ سجيل، وهو صاروخ بالستي متوسط المدى يزن قرابة 23 طنا، بينما تزن رأس الحربية نحو 650 كيلوغرام، ويناهز طوله قرابة 18 مترا وقطره 1.25 مترا. يحتوي على محركين اثنين يعملان بالوقود الصلب، يتراوح مداه بين 1500 إلى 2500 كيلومتر. يخترق الصاروخ الغلاف الجوي عند الانطلاق، وبعد قطعه مسافة معينة على هذا الارتفاع ينقض الصاروخ على هدفه بسرعة تقدر ب 13 ماخ. لماذا تعجز القبة الإسرائيلية عن إسقاط صواريخ الحوثي؟ لا يبدو أن حكومة تل أبيب أخذت في توقعاتها مواجهة لهذا النوع من الأسلحة، وبكل تأكيد لم يكن أمام منظومة القبة الحديدية فرصة تتجاوز 1% لردع صاروخ الحوثي الفارط الصوتي، سواء كان من نوع خيبر أو فتاح
أو ما تم تطويره لاحقا على أساسه. لذا فإن إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما، إما هجمة جوية وصاروخية متزامنة لتدمير مصانع ومستودعات وفيالق الصواريخ الإيرانية، وهذا الخيار يعني بداية مرحلة جديدة من المواجهة المباشرة والمفتوحة بين القطبين غير محدودة، لذا سيكون مستبعدا، أو إن صح التعبير سيكون آخر الخيارات الإسرائيلية. أما الخيار الثاني والأكثر واقعية، وأن تشن إسرائيل هجمات سبرانية وتنظم عمليات قرصنة لتعطيل أنظمة تلك الصواريخ، وهذا الخيار لجأت إليه تل أبيب مرات عديدة في وقت سابق ضد أهداف إيرانية وعربية. في المحصلة يبقى سيناريو المواجهة مجهولا إلى حين وقوعه، لكن ما يمكن تأكيده هو لو أنها وقعت فعلا فسينجم عنها أقل ما يمكن وصفها بالكارثية. وفي نهاية الحلقة عزيزي المشاهد، برأيك أي من هذه الصواريخ الإيرانية التي ذكرناها استخدمها الحوثي في استهدافه لإسرائيل؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.